gusta. السلام عليكم. حاج معلش ينقعد زهنين عادي. شكرا. خيرك حاج؟ شن في قل من الباب ذاك؟ واحد بالصحة كي لابس قميص. شن دار لك؟ دار لك حاجة؟ قل من الباب ذاك ما خرجش درا درا شاهد ذاك كي الملحة باب هو هذا؟ هذا الباب هذا كيفت مجزر يدق على الباب. كنت نضحك عليه كيفت يدق على الباب. معليش بس شوية بس ما فهمتكش يا حاج. غير وين خش هو؟ خش من الباب. من الباب هذا؟ هاي هك من هكا لهكا وما خرجش من غادي بومشي. مين عارف عليه مين مشي؟ قصدي قولي في حاجة مش منطقية راه مخي. ها كيفه؟ عادي يعني جت عليه هو. شنية اللي عادي؟ شنو تقول لي عادي؟ ايش 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 معايا ايش تاوي وليك كيفاش عمك؟ أنا حكيت لك على القصة كيفاش بدات وكيفاش وفات. الراجل قال من هنا ما خرجش من غادي. لا لا اكيد يا حاج طلع للشارع وانت ما شفتهاش. شكون طلع؟ راني شفتك. بومشي بسمع غير شوي بس غير شوي غير شوي غير شوي. انا غالب انا احب نمشي غادي. بقى شن دار هو؟ وقف هنا طق طق بقى. اسمع شكله ما في حد في الحوش. انا حوش خش. من هنا خش هنا هكي افتح وخش ولا خليكم على قناة 218 مشاهدة طيبة للجميع. نلتقي غدا في حلقة جديدة من الكاميرا الخفية.